مناطق الأوراس، فأبدعوا شعرا يجمع بين مشاعر الوفاء للوطن وأحاسيس الارتباط بالأرض. ومن بين هؤلاء الشعراء الشاعر سعيد زيدي من ولاية أم البواقي، الذي يعتبر من فحول شعراء الولاية، حيث يشتهر بقصائده ريفية تصور السلاسل الذهبية في أعراس الشوية. فمن الشعر إلى عضوية بالمجلس الشعبي الولائي، مرورا باتحاد الكتاب الجزائريين، محطات جميلة في حياة شاعر الريف المبدع، رصدها رشيد مقدم في هذا التقرير. الشاعر والكاتب والقاص السعيد زيدي من بلدية واد نيني الريفية، شاعر يحمل كل معاني الإبداع، يعانق الزروع والثمار، يعيش ذكريات الماضي والحنين إلى الأرض، ويقدم للقارئ ملامح ومظاهر الريف الأوراسي من خلال مجموعة شعرية، حيث السلسلة الذهبية في أعراس الشاوية والجازية. السعيد زيدي الذي أنجبته البيئة الريفية شاعر مبدع بقصائد شعبية ممزوجة من المشاعر والأحاسيس الإنسانية. لدي عدة مؤلفات، المؤلف الأول خرج في سنة 2007 وهي خواثر من عمق الذات، وهي السلسلة الذهبية في أعراس الشوية، والمؤلف الثالث وقفات وأشعار للوطن، لأن هذه البيئة تصنع الرجال والعظماء دائما ترعرعوا. وانطلاقا من هنا اشتهر الشاعر السعيد زيدي بقصائده الريفية المستوحاة من سحر الريف الشوي، وبمؤلفات تعبر عن الحياة والناس والطبيعة والجمال. يسموني السعيد وطريقي مشهور، والصفا مع ربي والعبد ما فيها ضرور. نبدا كلامي بسم الله، نتكلم عن رسول الله، به نفتح الباب، نحكي قصة الجازية وذياب، تاريخ الحركة كبير ما يغطيها سحاب، تاريخ بنو هلال على وذنين جاب، الفرصة البيضة عندها حكاية بين الأحباب، جات من الضرعة تمشي مثل السراب، راكبها ذياب خلات وراها ضباب، لو نحكي ونقول نعمر ألف كتاب، مثل القمر ظهر بعد غياب، لكن الوقت قصير والزمان غلاب. أنا فلاح ولد الريف، في أصلي باهي وظريف، هي إحدى مشاعر الشاعر التي تلامس القلوب والإحساس بمكانة الأرض الطاهرة في إبداعات الشعراء.